هو نفسه يوصل له او نجم عايز يقلده. كان مين نجم علي معلول في فتره البدايات سواء في الناشئين او بدايه صعودك في الفريق الاول في نادي الصفاقسي اللي انت تتمنى توصل له في يوم من الايام؟ يعني عالميا ولا سواء في تونس او عالميا؟ لا انا لما كنت في الناشئين كنت بحب عبد الكريم النفطي. عبد الكريم النفطي كان الوينج اللي انا يعني نحلم انه نلعب معاه مقابله، فالحمد لله يعني وصلت. كان هو في مره كان عنده كارت احمر، كان مش يلعب مقابلتين. فالمدرب قرر انه يعمل مقابله وديه عشان يجهزوا للماتشات اللي بعد كده. طلعوا شويه من الشبان عشان يكملوا التقسيم. فلعبنا مع فريق تاني كده في المدينه بتاعتي. فلعبت انا وهو بقى. بعد الماتش اتصل بيا وقال لي انت هتبقى موجود معانا وهتبقى الماتش الجاي موجود مع الفريق الاول. فانا عايز اشكره عشان هو اللي كان الحافز الاولاني ليا، وكان على طول لغايه دلوقتي على اتصال مع بعض ونتكلم مع بعض. فنحب نوجه له التحيه وان شاء الله يكون يسمع فيه ان شاء الله. حتى ابني سميته على اسمه هو. سميت كريم على اسمه. على عبد الكريم النفط. على عبد الكريم النفط. طيب وانت يعني واحد يعني نجم كبير ومغرم في بداياتك بالنجم التونسي الكبير ونجم الصفاقس التونسي كابتن عبد الكريم النفطي، تعالى بقى اول مفاجاه بنعملها لك النهارده في حوار خاص، تعالى معانا نشوف الكابتن عبد الكريم النفطي قال ايه عن علي معلول. ترجع تعلق على كلام الكابتن عبد الكريم النفطي. خير كابتن اسامه، مرحبا بك خويا علي. خويا نورتنا اليوم في قناه الاهلي، مرحبا بكل الجماهير الاهلي ومحبي نادي الاهلي. فرحانين برشا الحمد لله، نعرف الشيء هذا ما وصلوش من فراغ، واحنا كنا متاكدين من الشيء هذا من قبل، من الامكانيات الكبيره اللي عندك، ثقتنا كبيره فيك. اليوم كي نشوف علي معلول 12 سنه التالي، اول ما بدا كارير ولا 11 سنه التالي، وين صبح اليوم بعد 11 سنه، الحمد لله نقول ديما على قدام ان شاء الله. نستنى ان شاء الله يا ربي اول رحله لاوروبا. نعرف بعض الجماهير باش تقول علاش، لكن انا امنيتي انك تكون في احد الفرق الاوروبيه الموجوده، خاصه انا الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني. نتمنى لك التوفيق مع نادي الاهلي ان شاء الله على قدام، ان شاء الله ديما متالق. وبوصلنا سي كريم ان شاء الله يطلع في المنبوع، وان شاء الله ربي يفضل لك عائلتك، وان شاء الله ديما على قدام على خاطر تستاهل كل خير. اكيد الكابتن عبد الكريم النفطي يعني واحد من نجوم الكره التونسيه وايضا من نجوم الصفاقس التونسي في العصر الذهبي. كلام مهم يا كابتن علي من الكابتن عبد الكريم النفطي. لا، عبد الكريم النفطي اخويا الكبير، يعني اخويا اللي كانت عنده نصايح يقدمها لي كل مقابله كل تمرين. ممكن هو كان عايزني نحترف في اوروبا، كان هذا حلم بالنسبه لي. انا كنت نقعد معاه في الغرفه، لكن نقول له انا زاد توا محترف في نادي كبير، نادي يتصنف من النوادي الكبيره في العالم مش في افريقيا كهو. ان شاء الله نكون عملت الحاجات اللي تفهمنا مع بعضنا عليهم، نشكره برشا، وان شاء الله ولدي يطلع كيف وخير ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اكلمك في فتره برضو البدايات، دايما